بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، بداية كل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعتكم. لا شك أن كل يوم عن يوم قاعد نركز على أهمية القضايا الموجودة في رمضان. برنامج ديوان إثراء يطلع عليكم يوميا من الأحد للخميس، نناقش فيها مجموعة من القضايا المهمة في رمضان، يعني ناخذ فيها النصيحة وناخذ فيها الإرشاد، وإن شاء الله أنكم تكونوا مستفيد، لأن قناة إثراء بشكل عام قناة إثراء دائما ما تؤكد على أهمية الرسالة وإثراء المجتمع برسائل إيجابية. يعني كل يوم عن يوم ناخذ قضية اجتماعية، ناخذ قضية دينية، ناخذ قضية تربوية. اليوم موضوعنا أيضا متصل في رمضان، راح نتكلم فيها عن الأسرة في رمضان. يعني شو نقول، أحيانا لكل أسرة لها ظروف خاصة، ولكن أنا ودي أؤكد على أمر مهم، بأن هناك تحديات كثيرة للأسرة، وهذا الكلام كله ينطبق قبل رمضان مو أثناء رمضان. تحديات اقتصادية، تحديات اجتماعية، تحديات تربوية، هذه كلها الأمور موجودة قبل رمضان، لكن أثناء رمضان ما عندنا تحديات، فقط لله كثر ما نقدر، بأن يكون هذا رمضان لله سبحانه وتعالى من ناحية الطاعات والعبادات وأيضا السنن. فإن شاء الله راح نتكلم اليوم عن الأسرة في رمضان بطريقة جدا إيجابية، وراح نأخذ فيها مجموعة من النصائح والإرشاد. خلونا نرحب بضيوف الكرام، أبدأ مع الدكتور نواف صريحي عضو هيئة التدريس. حياك الله دكتور، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير وأنا سعيد، حياك الله. مستشار علاقات الأسرية السادة مساعد القيان، حياك الله أبو فيصل، وأنا سعيد في هذا اللقاء. حياك الله دكتور سالم، وأنا سعيد جدا، وكل عام وأنتم بخير وتقبل طاعتكم. دكتور سالم العبدان عضو هيئة التدريس، حياك الله دكتور، وأنا سعيد في هذا اللقاء. الله يحييكم وأنا أسعد بلقائكم. إذن مشاهدين الكرام، خلونا ناخذ هذا الفاصل القصير وبعدها نكمل إن شاء الله. من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام، كل عام وانتم بخير وتقبل طاعتكم. وعنوان حلقتنا نتكلم فيها عن الاسره في رمضان. بدايه مساكم الله بالخير، يا هلا مرحبا والساعة المباركه اللي جمعتنا فيكم. وفيصل يا هلا، هذا اعتقد اول لقاء لنا في هذا البرنامج. اسعدت جدا واتشرف صحبه الزملاء الاخوان الدكاتره وطبعا الساده المشاهدين، وان شاء الله راح يكون هذا اللقاء مثري باذن الله تعالى. ان شاء الله حياك الله، حياك الله من سعداء في هذا اللقاء، ان شاء الله ما تكون هي هذه يعني المره الاولى، نبيها مره واثنين وثلاث باذن الله تعالى. دكتور نواف كل عام وانت بخير وتقبل الله طاعتك. وانت بخير يا دكتور. بدايه لا شك بان الاسره لها دور كبير، وانا ذكرت في المقدمه ان هناك تحديات كبيره. نعم. ولكن لما نبدا رمضان ينتهي الامر، هي نفحه ربانيه من الله سبحانه وتعالى، يجب ان نسخر كل الامكانيات، واعتقد ان بدايه الامكانيات تبدا بالوالدين. أحسنت. فبدايه اهميه الاسره في رمضان. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين. بدايه الشكر موصول لك دكتور والاخوه القائمين على هذا البرنامج، واسال الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه ان يوفقنا واياكم للطاعات ويجنبنا الذنوب والمعاصي والسيئات. بدايه تقبل الله طاعتكم، وأسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. لا يخفى على علمك الشريف دكتور أن يعني رمضان علاقة الأسرة بهذا الشهر المبارك، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أهل بيته، يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، ولذلك جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتاكم شهر مبارك، يبشرهم أتاكم شهر مبارك، أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فيه ليلة من حرمها فقد حرم الخير كله، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد الشياطين. ولذلك هذه من العلاقة التي أو العلاقة الحميمة التي بين رمضان وبين الأسرة. غالبا الناس خاصة في زماننا هذا أبو فيصل، علاقة الأسرة في رمضان في الطعام والشراب. تقرب رمضان وهذا شيء مشاهد ونعيشه، يعني دائما يكون بالسحور والفطور، بالسحور هذا التفكير، هذا التفكير. وهذا يرجع إلى إيمانيات إيمان المسلم، إيمان الزوج، إيمان الزوج، إيمان الأولاد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضح هذا الأمر، قال عليه الصلاة والسلام لعائشة، قالت: يا رسول الله إن أدركت ليلة القدر، علاقة الأسرة عائشة بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال عليه الصلاة والسلام:
إذا أدركت ليلة القدر فقولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. حتى قال بعض أهل العلم هذا أفضل دعاء في ليلة القدر يقال. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ينبه أصحابه إلى 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 إلى, إلى هذا الشهر وما فيه من قرأ حرفا في كتاب من كتاب الله كان له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين مجتمع قوم في بيت من يجتمع الحين في رمضان يعني مع الأسرة في العصر إلا نادرا من يفعل هذا يقرأ مثلا كتاب أحكام مثلا الصيام فقه الصيام فقه الاعتكاف فقه الصدقة هذا كله من يجلس بين أولاده وأهلي لو دقائق معدودة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. شكرا لك دكتور على هذه المقدمة وقواك الله أبو فيصل. كل عام وانت بخير مجددا. بخير صحة. لا شك بأن الأسرة احنا قلنا بداية المقدمة بأن هي تحديات. نعم. وأعتقد أن في رمضان خلاص هي نفحة ربانية يجب أن نركز على الأسرة في تعاونها وأيضا تألفها مع بعض. بداية أبو فيصل ودي أن ما هي أهم النقاط الرئيسية في تعزيز العلاقة الأسرية في رمضان؟ طبعا لا شك أنه يعني الأسرة اليوم أصبح لها دور كبير جدا في تكوين كيان الأسرة بشكل عام خصوصا في تربيتها للأبناء. وكلنا نعرف يمكن أنا بتكلم من جانب اجتماعي أسري أكثر والقاعدة اللي التربوية أو الاجتماعية بالنظريات اللي تتكلم عن الأسرة هي نواة المجتمع إن صلحت الأسرة صلحت المجتمع. ولكن اليوم أنا ألقي اللوم بدرجة كبيرة جدا على المجتمع قبل الأسرة. اليوم المجتمع هو من يؤثر على الأسرة وليست الأسرة هي تؤثر على المجتمع. والدليل على ذلك أن اليوم دخلت متغيرات كثيرة جدا في حياتنا بشكل عام من الناحية الاجتماعية. أصبح المجتمع سريع التغير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من خلال المتغيرات اللي طرأت على الأسرة. الأسرة في السابق كانت أسرة ممتدة تجمع الجد والخال والعم والأسرة بشكل عام. اليوم إلا ما قل وندر يعني غالبا ما تلقى الأب والأم يمكن إذا اجتمعوا كل الأولاد معهم على سفرة واحدة نقول إحنا خير وبركة يعني ما شاء الله الأسرة اليوم تعتبر مثالية. ولكن للأسف الشديد نلاحظ أنه صار في هناك أبعاد أو بعد ومسافات كبيرة جدا. أصبح هناك في فجوات كبيرة جدا ما بين الأبناء وبين الآباء على مستوى العلاقات الاجتماعية. هناك نوع من أصبح في الفجوات وهذه كلها حقيقة بعد تضغط بشكل كبير جدا على الأسرة. المخرجات أصبحت سلبية إلى حدها ولكن يعني لازلنا في طور الأمل ويحدوه النوع من التفاؤل أنه نقول أنه بإيدينا إن شاء الله أن القادم راح يكون أفضل بحيث أنه إحنا لازلنا متمسكين بديننا الإسلامي اللي حث على التماسك وعلى الوحدة وعلى التصالح وعلى التسامح. وهذا يمكن فرصة كبيرة جدا أن شهر رمضان يأتينا كل عام ولكن يجدد مثل ما يجدد إيمانياتنا كمسلمين وكأسرة أيضا يجدد أخلاقياتنا يجدد سلوكياتنا كاجتماعيين يجدد علاقتنا. وهذه رسالة أنا أوجهها للأبناء بإعادة النظر بعلاقتكم بآبائكم وأمهاتكم وأسركم وإخوانكم وعماتكم وخالاتكم وصلة الرحم من خلال إعادة حساباتكم خصوصا في شهر رمضان. ليش؟ اليوم فرصة ثمينة جدا إن في هذا الشهر كنا نجدد إيماننا مع الله سبحانه وتعالى أيضا نجدد علاقاتنا بإخواننا وخواتنا وصلتنا وصلة الرحم من خلال الاجتماعاتنا مع بعض في قالب واحد في هذه الأسرة. الأمانة حقيقة يمكن شجون كثيرة تعتريني في هذه اللحظات وأنا أتكلم عن هذا المكون الاجتماعي يكون الأسرة. ليه؟ لأن اليوم حقيقة يعني يمكن أنا كمتخصص أرى أنه هناك يعني طغت سلبيات كبيرة جدا في هذا المفهوم وأصبحت الأسرة للأسف تتقلص رويدا رويدا. وهذا الشيء اللي ما كنا نتمناه لأن في السابق لو تلاحظون كان يجمعنا الصحن الواحد يجمعنا السفرة الواحدة يجمعنا الصلاة الواحدة. وكان لنا يمكن خير الدليل كلنا مرينا في أزمة كورونا ومر علينا رمضان في كورونا
وأقلغت المساجد في هذه الفترة، فترة كورونا، وشفنا إيش كثر كان الأب يأم بأولاده وزوجته وأبنائه في صلاة في الصلوات، في صلاة التراويح، في صلاة القيام. حقيقة يمكن أنا عشت هذا الدور مع أولادي وبيتي، ووجدت حقيقة نفحات إيمانية، وجدت التقارب الكبير جدا، لأن هذه صحيح كانت أزمة ووباء، ولكن قربت النفوس وقربت الأنفاس وقربت الأرواح ما بين بعضها وبعض. أصبحت الأسرة حقيقة يعني تستشعر بكيانها وتستشعر بحنان الأسرة وحنان الأب وحنان الأم في نفس الوقت. ممتاز. راح نتكلم عن مهارات الوالدين أثناء رمضان، يريد تكون حاضر لهذا اللقاء بإذن الله. جاهز. حياك الله دكتور سالم، وأنا سعيد في هذا اللقاء، وكل عام وانت بخير مجددا. دكتور نواف تكلم من ناحية يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم شلون كانت الأسرة وشلون كانت الترابط بينهم، أيضا أستاذ أبو فيصل تكلم على جانب مهم هو الجانب الاجتماعي في الأسرة، وإحنا نؤكد بأن فعلا الأسرة أصبحت في السابق مو مثل في وقتنا الحالي، ولكن إحنا دائما تكون نظرتنا إيجابية في قناة إثراء، ودائما نؤكد على أهمية التوعية، أن قد نأخذ الملاحظات وقد نأخذ الظواهر ولكن ننقلها بطريقة إيجابية. أيضا الدكتور ودنا نتكلم أيضا على جانب قصص من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الخاصة في الأسرة في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. حقيقة عنوان أو كلمات الأسرة المسلمة في رمضان، حديث مثل ما تفضل الإخوان شجون، وله معاني فيه الودية والترابط والتواد والتآلف بين الأسرة. تأتي هذه يعني يأتي رمضان ليجدد التآلف والترابط بين الأسرة بعد ضغوطات الحياة الكثيرة العصرية، فيأتي رمضان لينشر التواصل والله الحمد بين الأسرة بتآلفها بتوادها باجتماعها في الأمرها. ولذلك حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم إنما البركة في اجتماع الأيدي، يعني أفضل من تفرقة في الأمر هذا، يعني إذا اجتمعت الأيدي إذا اجتمعت يكون فيها بركة والله على طاولة واحدة، يتبادل الحديث وكذلك والضحكات، وهم مع ذلك الدعاء في يسمعون أذان وبسم الله، يعني تبدأ يعني الإيمانيات الروحانية الصائمة في الفترة هذه. بل الناس قبلها يعني فترة قبل رمضان الأسرة كلها تتحدث عن رمضان، حتى الأطفال حقيقة، حتى الأطفال رمضان إيش وإيش يكون، فكلمات لها معاني كبيرة ولها وقع على نفوسهم. فإذا يعني دخل رمضان يكون الجو إيماني خالص في هذه الأسرة. نبينا يعني أما وضع حقيقة غدوتنا في رمضان كبير جدا، وهو غدوتنا، ولكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر. نجد في الأمر هذا كيف كان رسول مستقبل رمضان، مثل ما تفضل الدكتور أنه والله كان رسول يبشر صحابتي وأسرتي أتاكم شهر رمضان فيه تفتح أبواب الجنة، تهيئة نفسية في الأمر هذا وبعد ذلك صفت الشياطين، يعني كان يقول للأسرة أو المجتمع أن فرصة هذه قادمة لكم فجددوا إيمانكم بالله سبحانه وتعالى. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة أنس بن مالك كان رسول يعني يفطر على رطب، فإن لم يجد على تمرات، فإن لم يجد حسوات الماء. إيش يعني الفائدة اللي نأخذها من هذه؟ أما والله المقصد أن الرسول كان يوجه الأسرة في الأمر هذا، وكان يفطر في بيتي. أما ليس المقصد أن والله المأكل والمشرب في رمضان، ليس هذا المقصد. الغاية مو المنع عن الطعام، مو غبيتنا كما يصور بعض الناس الآن إذا أتى رمضان أخذ يعني يتوتر ويملأ يعني البيت بكافة المشروبات والمطعومات وغيرها، ولعل في إسراف وتبذير في الأمر هذا. لا، السلام أراد أن يبين في الأمر هذا أنا والله الأصل فيها العبادة الإيمانيات. ولذلك يعني علاقتنا مع رمضان سواء كان الأسرة أو المجتمع علاقتين، علاقة يعني المادية وعلاقة إيمانية. المادية اللي هي إيش؟ المأكل والمشرب في الأمر هذا، وهذا كل واشرب ولا تسرف ولا تحرم، إن الله لا يحب المسرفين في الأمر هذا. هذا علاقة الأولية، وهذه الحمد لله قمنها إلى الدين سواء كان في رمضان أو غير رمضان. علاقة ثانية إيمانية، وهي وجهها ديننا في الأمر هذا حتى تصفى النفوس ويعني ترتقي إلى مشاعر يعني حقيقة التذكير بالله سبحانه وتعالى، ما بعد 11 شهر أو 12 شهر في هذا الأمر. من الأمور التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر كيف أنه كان يتعامل. يوم من الأيام
أرسلت له أحد زوجاتي وكان في بيت عائشة كما تعلم قصة مشهورة في الأمر هذا طعام. فلما أتى يعني الطعام في بيت عائشة يعني فقال هذا الطعام إناء من أظنها صفية أو حفصة. فعند ذلك أخذت عائشة رضي الله عنها غيرتها يعني الغريزة بالزوجات أخذت هذا الطعام وضربته أو الإناء وضربته الأرض في الكسر. فنظر بن سلم وتبسم فقال غارت أمكم عائشة انتهت المشكلة عندي هذا خلاص يعني ما يعني تطورت الأمر هذه من حقيقة البيوت. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي يقدم يوم الأيام على فاطمة وهي بنته وعلي بن أبي طالب فيمر عليهم بالليل فيقول أتصليان يعني ما صليان فيقول كان يعني علي بن أبي طالب في فترة الشباب والحماس وغيرها قال لو شاء الله يعني لغمنا للصلاة في الأمر هذا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعني على فخذي فقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا في الأمر هذا يعلم التعليم في الأمر هذا كيف الأمر هذا. منها كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان ومع هذا وكان تعتكف أزواجه معه كان تعتكف شوف يعني ما الحالة يعتكف لا ترى يا أسرتي يا بيتي يا زوجاتي اعتكفوا معي في الأمر هذا. وكان أحيانا بعض زوجاتي يزوره زيار له بالمسجد في الأمر هذا. ويوم أيام جت صفية رضي الله عنها تزور في المسجد فلما أخرج مرة صحابي اثنين فقال مصلهم في السعجلة فقال أرسلكم يعني لا تسألون إنما هي صفية فقال يا رسول الله سبحان الله أبك نشك في الأمر هذا فلهم. فالشاهد إنه كيف أن كان زوجاتي مصورة في الأمر هذا هذه قصص حقيقة نسلهم يعني يرويها الصحابة نسلهم يفعل ليست يعني إنما بس مجرد قصص سماع وغير وإنما أراد أنها أمثلة تحتذى بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع أسرته في بيته أيام رمضان وغير رمضان في هذا. إذن الآن مشاهدين الكرام احنا أخذنا مقدمة عامة عن رمضان وأخذنا الأسرة في رمضان أخذناها من ناحية اجتماعية وأيضا أخذناها من ناحية تربوية وأخذناها أيضا من ناحية شرعية. كل هذا وأكثر هو هدف هذا القناة وأيضا هدف برنامج إثراء وهو أن نثر المجتمع بهذه الرسائل الإيجابية من خلال التوعية. خلونا نأخذ هذا الفاصل القصير وبعدها نكمل. من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام كل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعتكم. طبعا اخذنا بالجزء الاول مجموعه كامله عن الاسره في رمضان. الان ابو فيصل ودي اتكلم عن مهارات ولي الامر في رمضان. لا شك بان المهاره قد تختلف من ولي امر الى ولي امر واحنا نتكلم عن ولي امر مو مقصود فيه فقط الرجل لا حتى المراه. نعم. فودي لو تعطينا بعض النصائح المهمه في رمضان خاصه احنا قاعد نتكلم فيه عن المهارات الاساسيه في تربيه الابناء في رمضان. ممتاز. يمكن قبل الفاصل تطرق دكتور سالم على يعني ولكم في رسول الله قوة حسنة وذكر بعض السلوكيات اللي يعني اللي كان يستخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته. والحقيقة يمكن يعني كل ما تطرقنا لهذه المهارات نجدها هي أساسا منهج حياة كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وحنا نتعلم من دائما منه. فإذا تكلمنا عن هذه المهارات يمكن أيضا استغرتني يمكن مصطلح تطرق دكتور سالم فيما يتعلق بمسألة التهيئة. التهيئة النفسية مهمة جدا 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 خصوصا من أهم المهارات اللي مفروض أن يستخدمونها الوالدين في تربيتهم مع أبنائهم خصوصا في استقبال شهر رمضان. لذلك يعني لابد أن قبل رمضان بأسابيع وكل ما قربت مدة دخول شهر رمضان المفروض أن أولياء الأمور على الأقل يعملون عملية تهيئة نفسية لأبنائهم بكيفية استقبال رمضان بأهمية رمضان باستشعار المشاعر والنفحات الإيمانية في شهر رمضان والسلوكيات المتبعة في شهر رمضان حتى لا يكون مثلا مسألة دخول رمضان على الأبناء قد تكون مفاجئة وخصوصا أن الأبناء اليوم مثل ما ذكرنا قبل قليل يمكن دخلت عليهم أبعاد تربوية أبعدتهم إلى حد ما في بعض أو في أهم سلوكياتهم وهي بما يتعلق بالعبادات. فلذلك تلاقي الأبناء الآن مشغولين يمكن إذا ما بقول لك يعني جل وقتهم في التليفونات والإنترنت والتطبيقات فبالتالي سرقت منهم حقيقة أهم يعني سلوكيات حياتهم اليومية المفروض أنهم يتبنونها في
فيما يتعلق بالصلاة. يمكن أحيانا أجد بعض الأبناء يؤذن الأذان ويقيم الصلاة وهو الحين على جواله، ولكن من ضمن المهارات فيما يتعلق بمهارة التهيئة النفسية أن الابن، يعني هذه مهارة أنا أوجهها لكل الأباء والأمهات، بأنهما ما يقوي ولده فجأة قم صل الآن، لا، مفروض أني أنا عشان هيئة قبل مثلا موعد الصلاة أقول له يا فلان ترى بعد 10 دقائق بيأذن العصر أو بيأذن المغرب، أو أنا هيئة أنا ترى بعد شوية في موعد أذان. ممتاز. أنا بتصل في ملاحظة أيضا، 5 دقائق قبل الفطور. نعم. دائما ما تكون مشحونة هذه 5 دقائق. هذا فيها مشاكل وفيها. ودي لو تعطي نصائح على الأمر هذا. نعم، هذه ما في شك إن هذه طبعا الكل يكون مشغول، مشحون الأم مشحون من صوب، الأب مشحون من صوب، ولكن هذه طبعا يحبذ أن من مهارات اللي تطب تستخدم مع الأبناء مثل ما قلنا التهيئة ومبدأ المسؤولية، لأنه هناك في 5 قيم مهمة جدا، وهذه رسالة أوجهها لأولياء الأمور والسادة المشاهدين، بأنه هذه تعتبر مركز الثقة اللي هي القيم الاجتماعية التربوية اللي يحرص كل أب وكل أم أن يزرعها في أبنائها. لو زرعها في وقت متأخر مبكر في نفوس أبنائهم سيجد هذا سلوك يترجم تلقائيا لما يكبرون. هذه 5 قيم اللي هي الشجاعة والمسؤولية والاحترام والتعاون وتقدير الذات. لو 5 القيم هذه أنا زرعتها في نفوس في وقت مبكر، لو جينا مثلا على الشجاعة، الشجاعة في مواجهة التحديات، الشجاعة في مواجهة المشكلات، الشجاعة في انه يحل مشكلته بنفسه، المسؤولية اني انا كيف اعطي هذا الابن مسؤولية. يعني مثلا انت قلت قبل شوية دكتور سالم انه 5 دقائق اللي قبل، ليش كل الضغط على الام؟ ليش كل الضغط على الاب؟ اليوم أنا لما أعطي أوزع المسؤوليات والأدوار على أولادي، البنت تسوي دور والولد يسوي دور، الولد مثلا يقوم يسوي الشاي والقهوة، البنت تجهز مع أمها، والولد الثاني يعمل كذا، تجد العملية مبسطة جدا ومريحة. توزيع المهام، توزيع المهام، توزيع الأدوار، كذلك التعاون قيمة من القيم الأساسية اللي احنا المفروض نزرع فيه. مثلا شلون أتعاون أنا مع أمي مع أبوي، تعاون مع جيراني، أودي وأجيب وأستلم وأخذ، قيمة الاحترام أني أنا أستغل رمضان وأصل هذه القيمة، أن كيف أخلي هذا الولد وهذه البنت تحترم ذاتها، ما تغلط على أخوها، لأن ممكن أنا ما أجرح صيامي، ما أبطل صيامي، تنديه المشايخ يعني هم أدرى مني في هذا الجانب فيما يتعلق بمبطلات الصيام، لما أتلفظ بألفاظ، لما أنا مثلا أضيع صيامي. هذا التعاون والاحترام وتقدير الذات بنفسه، أن أنا لما أزرع فيه الشجاعة وأعطيه مسؤولية وعلم التعاون وعلم كيفية الاحترام، تقدير ذاته يعلى، وبالتالي يكون عنده ثقة في نفسه. هني نحتاج أن احنا نزرع الثقة في نفوس أبنائنا من خلال هذه المهارات. المهارات أيضا المهمة جدا اللي المفروض أن يعي تماما أولياء الأمور فيها، مثل ما قلنا هذه المهارات القيم، أيضا علم كيفية أن يحافظ على الصلوات، علم مهارة كيف ممكن أن يجزئ العملية، بدل ما أقول له روح احفظ لي الجزء الفلاني في اليوم الفلاني أو الصورة الكاملة، لا، أعطيه على أجزاء، كل ما يحفظ جزء معين أنقله إلى جزء آخر، أو كل ما يحفظ آية معين أنقله إلى جزء آخر، أعطيه مهام، أسوي مسابقة على مستوى البيت. هذه المسابقة لما يبحث عن معلومة أو آية أو تفسير معين، أعمل مكتبة داخل البيت إن بحيث الأولاد يتنافسون بينه وبينهم، في نهاية رمضان أقدم جائزة رمزية. يعني نقدر نقول بأن أمرين مهمين، إن ولي الأمر يستخدم رقم 1 توزيع المهام، رقم 2 زرع الثقة أو المسابقة بين الأطفال أساس يشغلهم في هذا الوقت. أنا كنت بتدخل مع فيصل على عمل مسابقة في رمضان، ولي الأمر الزوجة والزوجة يعملون المسابقة هذه في رمضان، تكون في جائزة في نهاية الشهر مثلا قبل رمضان، قبل العيد بليلة أو ليلتين مثلا، فيكون اللي حفظ جزء له جائزة مبلغ فلاني مثلا، أو مثلا اللي يشرح لنا مثلا تفسير صورة مثلا الملك له جائزة. هذا من المهام اللي نعم، وأنا أذكر دكتور، يمكن أنا عملت هذا الشيء، عملت مذكرة من 29 صفحة كل صفحة فيها معلومة واحدة، بحيث أنا أخلي الابن او البنت اعطيهم هذه المذكره وملونه، مذكره صورتها على عدد الاولاد، بحيث انه يوميا الولد يبحث لي معلومه داخل المذكره. ما مذكره يعني كل صفحه تلاقي فيها معلومه واحده، ابحث عن ايه كذا بتتاصل
وطلع لي بقيمة من خلال هذا اليوم، قيمة التسامح، قيمة التعاون، قيمة الاحترام، قيمة مساعدة الآخرين، قيمة الزكاة، الصدقة، صلاة الرحم. بالإضافة إن هذه فيها الصبحة في عدد خمس صلوات، صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة كل صلاة يصليها الابن يحط عليها صح. أجي أنا في نهاية اليوم أخذ المذكرات وأراجع وياهم كولي أمر، الصلوات أوكي، العبادات أوكي، الأخلاقيات أوكي، تمام، أخذ الدرجة دافع لهم يكون يعني. وفي نهاية رمضان يكون أعلى من يحصل على درجات، ويكون طبعا الكل راح يحصل على درجات، ولكن كتشجيع أني أكافئ الجميع. أنا الأمانة مستمتع في كلام أبو فيصل ونستفيد منه للأمانة والله، لكن في إشكالية أبو فيصل الآن، وكلنا نعيشها ربما خاصة في رمضان وغير رمضان، لما نقول للولد قوم صل قبل الأذان مثلا، الأذان باقي دقيقتين، فالمماطلة مع الولد يعني مجاهدة على قولة أحد المشايخ، والله لو أقول له قوم وقف على رأسه طافتني الصلاة، أنا يقول هو طافتني الصلاة، فهني نبي حل لهذا الأمر. ممتاز، سؤال رائع جدا، وهذه مهارة من مهارات التربية الوالدية الفعالة في تربية الأبناء اللي هي يسمونها يعني بس السؤال أحسن من سؤال فيكم بركة الحمد لله. الحل شكرا فكري من ذلك نبيأخذ منكم مقدمة خلاص. طبعا هذه تعتبر من ضمن الوسائل التربوية الفعالة في تربية الأبناء فيما يتعلق بالطلبات، يسمونها الطلبات المهذبة، يعني في التدرج. اليوم احنا عندنا في وسائل التربية الحديثة انا ما اقدر افرض رأي مباشرة على الابن قوم اعمل كذا مباشرة، لا، لازم اتدرج. التدرج يكون من خلال عدة خطوات. الخطوة الاولى تسمى بالطلبات المهذبة، يا فلان يا ابو فلان يا ام فلانة. الاولاد في مرحلة المراهقة ما قبل المراهقة يحبون انك انت تعطيهم كنية، تنادي بكنية معينة، يا بطل يا ممتاز يا ابو فلان، تنادي باسم ابوه، تنادي البنت تناديها بالشاطر المبدع. فتبدأ في البداية في الطلبات المهذبة، لو سمحت من فضلك، جزاك الله خير، قوم صل. التفت انت عنده خمس دقائق، رحت وضيت ورديت، لقيت اول حين ماسك بلاي ستيشن او ماسك تليفونه ما قام يصلي. تبدأ انت بالخطوة الثانية، تعطيه الامر، يا فلان لو سمحت من فضلك انا قلت لك قوم صلي الان، ممكن لو سمحت تترك اللي بايدك وتقوم تصلي، لأن باجي خمس دقائق على الصلاة. تختلف نبر الصوت، اي نبر الصوت، انت هني اول شيء طلبت معاه بضحكة، بس الان انت تبتعد عن الابتسامة، تبدأ شوية تشد بنبرة الصوت وتكون حازم. طبعا لما انت على ما بس فترتك وتروح تصلي لقيته لا زال هو الان، تبدا انت تشد بنبره صوت بطريقه برسائل الانا. شنو يعني رسائل الانا؟ رسائل الانا انك تقول يا فلان انا تاخرت على الصلاه، انا قاعد اتضايق، كانك انت تستشعر الولد ان انت نتيجه لسلوكك انا ابوك ترى متضايق، انت قاعد تزيد ضايقي عليك اكثر، وبالتالي لو سمحت انت قاعد تضايقني، انت قاعد تاخرني وراح تطوفني الصلاه وراح يكون انا محاسب امام الله، تفضل طف تليفونك خلاص، انت ما تنتقل من المكان اللي انت فيه الا يكون هو ترك اللي بايده، قام توضى قدامك، سحبته انت وديته وياك الصلاه. طبعا في الصلاه في الطريق تتكلم معه، اشكر لك انك سمعت الكلام، ممتاز صلينا الحمد لله، شيء حلو، راحه نفسيه. يا اخي لما نطلع من الصلاه يا اخي انا استشعر براحه نفسيه، يبدا هو يبدا يتكرر مع نفسه، كان والله يبقى فعلا انا اشعر براحه نفسيه لما ادينا الفرض، خلاص الان تقدر تعيش حياتك. وهذا فرصه ترى اشنا في كورونا. إيه؟ هذا إيش نافع كورونا لما خلينا مثلا التراويح في البيت. نعم. خلت مثلا ولدي مثلا أو ولد فلان من الناس بدأ يصلي. نعم. أي هو الإمام في صلاة النوافل مثلا. نعم. أعطيته أنت العلاقات هنا بالعامية أكبر من حجمه. نعم. فخليته يزيد يعني الإقبال والثقة بالنفس، وهذا أيضا في توزيع المهام في للبنات. تجهز الأغراض وكذا، وهذه تبيلها صبر صراحة، حقيقة صبر على الإسراف والعيال ومثلا الأطفال، صبر كبير جدا. هذه قضية بعض الناس يقول لك يعني فترة قاعد الحصة تدريسية يعني، فقال لي يقول هذه أحد الطلبة يقول هذه مثل راحت يعني، مثل قضية الصبر والصلاة غيرها. قلت ليش شو إيش راحت؟ قال لي إحنا أغلب الناس ما في عندهم هذه الأبجديات والله سمحت وغيرها. قلت لا موجودة، إحنا إن شاء الله بإذن الله نتبقى فيها أنت وأنا وغيره وغيرها، هذه خلاص ثقافة مجتمع والآن موجودة. بالعكس أنا أشوف الغلة لهم ما يعني ما يتمثلون بهذه القيم. فقضية الصبر على هذه لها دور كبير، هي من أسس التربية الحديثة. دائما
يبتعدون عن أشيئين مهمين جدا، لا للصراخ لا لنبرة الصوت العالية. هذا طبعا مدمرة لسلوك الأبناء، مدمرة جدا، لأن نعم يعني تبتعد قد ما تقدر ضبط النفس ونبرة الصوت، وبطريقة أنك أنت لو صرخت لو عصبت صحيح هو راح ينفذ الأمر بس بدون قناعة، راح يرجع في نفس السلوك مرة أخرى، يكرر السلوك الخطأ نفسه، ولكن طول بالك قد ما تقدر، خصوصا احنا في شهر رمضان والإيمانيات والروحانيات تحوفنا والملائكة ما شاء الله حاضرة، وبالتالي هذا الأمر يعني يتطلب أن الإنسان حتى يكون قدوة للسلوك، لأن في النهاية السلوك العصبي ونبرة صوتي الحادة لما استخدمها على الابن راح تنتقل من الابن الى طرف اخر، تلاقيه يحطها بحرته بالخدامة او بخوانه ولا خواته ولا مثلا يكون في اصحابه واصدقاء، بالتالي تكون عملية انعكاسية او ينزل في غرفته مثلا، هو هذا اخطر ما يكون في الانعزال، مع رغم ان الانعزال احيانا قد يكون يعني هدف من اهداف المراهقين تحديدا بالذات، يعني المراهق ما يرد على ابوه ما يرد على امه فبالتالي ينعزل، ولكن اذا كان الانعزال مقبول لا ما لا يعني الى حد ما في اي مشكله، ولكن الخطوره لما يكون الانعزال غير مقبول بالساعات وبالايام، هذه هي الخطوره الحين. زين انا عندي احنا بنستغل ابو فيصل يعني مرات يكون الولد يملك قلب ابيه على قولتنا فما يرد لاي طلب، نعم ف يعني نتكلم عن نفس مرات بنت صغيره مدخله حضانه، فلما وصلها حضانه توقف عند الباب ما بيروح تبكي، ايه انا اخذ الدوار ورجع مره ثانيه اخذ محضاره البيت فهذه لا طبعا خطا، هذا من ناحيه التربويه خطا، لان هي راح تتعود في كل مره تستخدم نفس السلوك تستعطف مشاعرك وتعرف القرب اللي بينك وبينه، وبالتالي راح كنت تستخدم هذا السلوك. هذا ذكاء ابو فيصل، الطفل عموما دائما يكون متعلق بهذا، ولكن يعني هي المشكله تتعلق في الطفل اللي هي مرحله الانعزال، لما يكون متعلق بوالديه فبالتالي يجد صعب انه خصوصا لما ابوه اللي يوديه وابوه اللي يجيبه، فانت بالعكس انت غادي يمكن ينكسر قلبك انه قاعد يبكي الولد وعلى بس اقل خلاص، هو مجرد ما يدخل تنكسر دائره التفكير، لان الولد في حاله هذه يكون في حاله نوع من دائره التفكير اللي تكون تسبب لها الفكره، وبالتالي تكون عنده المشاعر، وهالمشاعر تؤدي الى سلوك، لان هو الان في مشاعر غضب، مشاعر حزن، مشاعر سلام، يعني ما نلبي له كل طلبات الطفل، اذا لبينا كل طلبات يكون دمرنا شخصيته بكره، انه ولا كل شيء عنده سهل، وبالتالي صعب مواجهة الحياة في بعدين، لا بد في معوقات أحيانا لكلمة لا للطفل أو لا. طبعا شوف دائما كلمة لا هي تؤدي إلى العناد عند الأطفال، كلمة لا بس في بعض الأشياء لازم نستخدم فيها لا، لا للعب في الأشياء الحادة الخطرة، لا للعب في المطبخ في النار، لا للعب في الأشياء اللي ممكن تضر، يأخذ دواء يأخذ شيء يضر في سنته، ولكن في بعض اللاءات مطلوبة، لا مثل الخروج في الشارع، لا في بعض اللاءات مقبولة في بعض اللاءات مرفوضة، وبالتالي الأب هو اللي يقيس هذا الأمر بالنسبة للأطفال. الطفل ذكي جدا، الطفل ذكي جدا خصوصا في اختبار والديه، يعني بعض الاحيان لما يكونوا في مجمع سوء يحرج الطفل لأبوه ولا ابوه في الصراخ، وبالتالي يروح للابو ولا الام يلبي طلب الطفل عشان بس يفكني من لا تحرجني، ولكن لا انا اقول يعني من قبل كم يوم سالني احد الاصدقاء قال لي انا عندي ولدي دائما يحرجني في السوق لما اروح اللي صارخ يجبرني اشتري له الشغله الثانيه، اقول له هذا اكبر خطا، لان استخدم معك هذا السلوك مجمع. في كل مره الحل ممتاز، الحل اني انا اشتري لك بس انتظر شوي، الحل لا ما اوعده، لا اكبر خطا اني اوعده ما اوفي، اكبر خطا، لان الحل انا اخليه اقعد اجيب كرسي اقعد اخليه صارخ لما يخيب فناه قدام الناس ما عندي مشكله ما ينحرج، ولكن ما يكسر ذراعي مثلا انه يجبرني اني انا عشان ما يحرجني اروح اشتري له اللعبه واقول له انت معنا، بعض الناس يتهم يقول كارب اخي شو ما يعطيني، لا لا هي ما هي نظره جانب سلوكي، لا بالعكس هو جانب سلوكي، ممكن حسب ما يكون صغير اخذه الم احطه على حضني اضل انا ساكت وقاعد معاه لما ينتهي اروح اخذه اقعد وياه بالسياره اقول له شوف نتفق انا وياه، اذا كان واعي يتكلم يعرف حكي ويسولف اقول له اذا سكت
نروح البيت الحين، في المره الجايه اذا سكت ما استخدمت نفس الاسلوب بنفس الطريقه انا راح اشتريك، انما في كل مره انت تطلب لي الطلب او تحطني في هذا الموقف ما راح اعطيك هذا الامر عشان ما يتعود، لان في كل مره راح يصارخ راح يجد في قبول، وهذا طبعا راح يدمر السلوك ما راح يعمر السلوك. الان احنا اكتفينا في هذا المحور، في الان محور اخر وهو المحور المهم اثناء سفره الفطور. في سلوكيات قد تكون خاطئه وقد تكون ايجابيه. دكتور لا شك بان هناك اداب خاصه اللي هي اداب الطعام. فالان خلصنا الحين من ناحيه عامه اهميه الاسره، وخلصنا ايضا من تكوين الاسره، وايضا تكلمنا عن التحديات، تكلمنا بشكل عام عن القدوه، وتكلمنا امور كثيره. الان اداب الطعام دكتور، الان قاعدين في الفطور نبي نعرف شنو هي اداب الطعام. يعني هناك الآداب ذكرها الشارع الحكيم، ذكرها مثلا النبي صلى الله عليه وسلم. أول هذه الآداب خاصة في الطعام بغير شهر رمضان، مو عند الإفطار، بشكل عام بدنا نأتي إلى رمضان. أولا البسملة، ثانيا أن تأكل بيمينك، ثالثا أن تأكل مما يليك، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس النبي عليه الصلاة والسلام ورأى غلام يأكل من طرف الصحن وطرف الطعام، فقال عليه الصلاة والسلام يا غلام، نفس ما قال أبو فيصل نبرة الصوت، ربما أدب النبي صلى الله عليه وسلم أنه الرجل أول تنازل إلى أصغر شخص كان موجود فسمى يا غلام الأسلوب. سم الله، تنبيه أول، وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني هذه احنا نسميه التوجيهات، هذه لو نسميه هذا يعني الاتيكيت اللي كان قبل ياتوا به متاخرا، لكن النبي عليه الصلاه والسلام وضح هذا الامر. ولذلك حتى في رمضان لو ندخل في رمضان في الافطار هناك اداب قبل البدء في الطعام وقبل الاذان بدقائق معدوده، هناك دعاء مستجاب. يكفي ان الصائم من الفجر الى المغرب وهو دعاؤه مستجاب، لكن من الذي يعني يقتنص هذه الفرصة؟ من الذي يقتنص هذه الفرصة؟ ذاك تجد كثير من الناس يغفل عن هذا الوقت، خاصة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، قيل أنه عند فطره في اليومي، وقيل عند نهاية الشهر، وفرحة حين يلقى الله عز وجل. لذلك نختم بهذه المثل، لو قيل لك دكتور دش الجمعية ولك نص ساعة 30 دقيقة تشتري ما تشاء من غير مقابل، تأخذ من غير مقابل، لو لقيتني في الجمعية ما تعرف وشنو تأخذ؟ أنا أول شيء أخذك أنت والله الخدمات الأساسية، مو الأساسية، أغلى تاخذ شيء غالي، ما تاخذ دينار دينار ونص، تاخذ شيء الاغلى احسن الافضل. نعم. هذا الصح. ولما تمر على واحد تعرفه ما تاخذ وقت معه. هذا هو رمضان، هذا تدخل اليوم الاول لازم تستغل اليوم هذا، اليوم الثاني تستغل اليوم، وهكذا. نعم شكرا لك دكتور. مشاهدينا الكرام خلونا ناخذ هذا الفاصل القصير وبعد نكمل ان شاء الله. من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من برنامج ديوان إثراء. دكتور لا شك أننا تكلمنا في الجزء الأول والجزء الثاني بشكل عام عن أهمية الأسرة، تكلمنا عن آداب الطعام، بس أنا أشوف أن ما أخذنا كفايتنا بآداب الطعام. ودي أيضا لو تعطيني معلومات أخرى عن آداب الطعام، خاصة يعني نصائح مهمة للأبناء. إحنا نلاحظ أن في بعض السلوكيات خاصة لما تكون في العزائم الكبيرة نشوف في بعض أطفال يعني كأنهم مو متعلمين. هل نتكلم خاصة إن أنت الآن في رمضان أكيد تكون الدائرة مغلقة؟ نعم صحيح، والله هذا سؤال جيد والله. بالنسبة لرمضان فرصة شهر، إذا بغينا مو مبالغة إذا سمينا شهر التربية. شهر التربية. شهر التربية هذا وخاصة الأسر الأبناء شهر تصفية وتزكية صحيح. إذا ليس مبالغة إذا قلنا الكلمة هذه. من أهم إن يعني قضايا نوجهها أو نغرسها عند الأبناء في شهر رمضان قضية إنه ما يكون فيك تشنج وتوتر بال يعني وهو صايم. يعني لما نرى مثلا الطفل مثلا والأسرة عموما ترى في رمضان هذا الوالد الأم عابس الوجه مكفهر الجبين مثل ما يقال، تكون عندهم إن هذا رمضان خلاص
يكون شهر زعل وتوتر وغيرها. لا ناخذه كل سهولة ببساطة. إن أول إن هذا شهر عبادة أجر وحسنات من الله سبحانه، فيكون مبتسم الإنسان، وخاصة عند اللحظات الأخيرة وحنا جالسين على سفرة الطعام انتظار مدفع الإفطار في الأمر هذا. قد أخذ الجوع مبلغه والعطش حقيقة مبلغه من الأمر هذا، والجهد بعد كل ولعل أحيانا يكون الطعام أمامه في الأمر هذا، يكون فيكون الكل متشوق للطعام والكل متشوق للانقباض على الفريسة الوجبة هذه، لحظات حقيقة متوثرة. الأبناء والأطفال الأسرة يطالعون دائما الغدوة الأب في الأمر هذا، وإن كان مشغولين بالأمام في الأمر هذا فيزرع فيهم القيم إن قضية والله هذا يكون لعله يعني يروي طرفة بسمة تذكرهم بالنعمة في الأمر هذا، تذكر نعمة الله سبحانه مثل ما قال في الأمر هذا، وأن هذه النعم موجودة عندنا ليست موجودة في دول ثانية. وللأسف دكتور يعني نقطة مهمة جدا، وتتكلم عن استذكار النعم. اليوم لو احنا نشوف اللي ما يحيط حوالينا من مآسي ومن صراعات ومن مشاكل ومن حالات في المجتمعات اللي إمكانياتها قليلة، اللي يكاد يلاقون قوت يومهم. اليوم أنا يمكن أستغرب في بعض، وهذا أنا كناحية تربوية أشوف بعض الأبناء حقيقة يمكن ما يقدر الجهد اللي تكون فيه أمه طول النهار في المطبخ، يعني مسويت لك كل هالخير هذا في النهاية تروح لي تأكل أندومي ولا تأكل وتوحد وجبات سريعة أو ما يقصد واحد أو إنه يطلب وجبة من المطعم. طيب هالخير هذا والنعمة معروف إن رمضان أكلاتها الشعبية، أكلاتها الأسرية التقليدية اللي المفروض، ولكن للأسف اليوم الأولاد سبحان الله أصحاهم ما نعرف يعني تغيرت حتى أمزجتهم. الدور شنو أبو فيس؟ الدور هني فعلًا الآن إحنا أثناء السفرة خلاص حصل هذا الموقف، الحزم هذا الموجود ما تأكل خلاص منها. أنا ما بعض أنا يمكن أولياء الأمور تقول مسكين صايم طول النهار أو تعبان أو نايم خلي ياكل اللي يشتهي، وهذا غلط، هذا غلط خلاص. اليوم إحنا اتفقنا في منيو موجود في سفرة وما شاء الله ومعروف عنا يعني مجتمعاتنا وعاداتنا وتقاليدنا، السفرة ما شاء الله تبارك الرحمن خيرات الله كل شيء موجود فيها، بالتالي يعني حتى بدل الصنف يمكن 3-4-5 أصناف موجودة. فليش اليوم الأولاد؟ لأن للأسف تأثيرهم وتأثرهم بوسائل التواصل وتأثرهم في مجتمعات أخرى، تقليد الأعمى، نومهم الغلط، برنامجهم اليومي، هذا كله يحتاج إلى تعديل. يعني سبحان الله في رمضان يعتبر فرصة ثمينة اللي أنا أعدل هذه الأمزجة. فرصة ثمينة فرصة يعني كلمة طيبة كلمتك، لا وفرصة أن قضية هاي توجيه حقيقة الأمهات يعني في رمضان أن قضية الأصناف يقلون قدر الاستطاع. نعم لما بدأ ليش في يعني 7 أصناف 8 أصناف بل أصناف كثيرة توضع على السحور، وبالتالي هذا غير السحور. نعم غير السحور، وبالتالي نقوم ويرمى في الحاويات، هذا يعني من تبذير وإسراف الأمر هذا. ليه ما نقتصد مثلا يكون صنفين 3 بالكثير، يعني شغلات بسيطة جدا. وحقيقة الكثير منا إنه إيش يقبل على الطعام أول بسبب الجوع أو العطش يظن إنه يأكل جد ما يأكل، الشغلات بسيطة جدا. فنجعل مثلا طبقين صنفين 3 وكافي كثير جدا هذا، وبالتالي يعني يكون ما في إسراف، نقوم على صحة جيدة، حتى قلة الطعام تعينك على القيام. نعم وكذا صلاة المغرب وغيرها، غير إنه والله نعود أجسامنا على الحمد لله على الصحة وإن عدم الشرف في الطعام وكثرة الأكل وغيرها. هاي الأمور حقيقة مطلوبة، حقيقة نوجهها الأخوات الأمهات في تقديم والله إن تقليل الأطعمة والطبقات أول شيء مطلوب شرعي هذا شرعا. الأمر الثاني ما في إسراف. الأمر الثالث تغرس في الأبناء والأسرة إن عدم الشرع نعم الإسراف والتبذير، وبالتالي يرمى في الحياة بعد ذلك. الآن مشاهدينا الكرام إحنا دائما في الختام نأخذ نصيحة أو إرشاد من ضيوفنا، وهذه عادة برنامجنا. أبو فيصل أول مرة تحضرنا، حياك الله والساعة المباركة. نبي كلمتك الأخيرة. طبعا رمضان فرصة عظيمة وفرصة كبيرة لتغيير أي سلوكيات كانت خاطئة قبل رمضان. والقاعدة التربوية دائما تقول إذا أردت أن تغير في أي سلوك تحتاج إلى 21 يوم حتى تغير السلوك، إذا أنت تبرمج نفسك على سلوك جديد.
فما بالك 21 يوم، فما بالك سبحان الله رمضان عندك 30 يوم، فتعتبر فرصة ثمينة جدا. دكتور نعم عجيب. فرصة ثمينة جدا أني أنا خلال 30 يوم هذه أحاول أني أغير بنمط وسلوكيات الأبناء من السلبي إلى الإيجابي بما يتوافق مع أعمارهم اللي ممكن من خلالهم. كذلك أيضا إحنا يمكن ما تطرقنا لهذا الجانب، الجانب يتعلق بالعلاقات الزوجية. العلاقة الزوجية مهمة جدا، وسبحان الله يمكن لاحظت أنا من خلال خبرتي في السنوات الماضية أن مشاكل العلاقات الزوجية سبحان الله تقل في رمضان وتكاد تكون معدومة. لذلك يعني وتزيد الألفة وتزيد المحبة وتزيد المودة بين الأزواج ويزيد الحب بين الأزواج، والحب قد لا يكون حب شعوري، ولكن تعبير الرجل عن الحب يختلف عن تعبير المرأة. تعبير الحب تعبير المرأة تعبير شعوري، ولكن تعبير الرجل تعبير سلوكي. من خلال تلاقي الرجل دائما واقف في المطبخ يحب يساعد، وهذا يعتبر وسيلة ورسالة يوجهها حتى للأسرة والأسرة. أحيانا دخول الزوج المطبخ يجيب العيد فيهم. دكتور كلمتك الأخير. حقيقة الكلمة الأخيرة لقدوة، الغدوة يعني مطلوب، يعني لا ننتظر أن مثلا أنه دائما ينتظر الزوج من الزوجة أن تكون هي تقوم بهذه المثل والقيم وغيرها، وكذلك المرأة تنظر إلى، لكن حقيقة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأب هو الصمام الأمان للأسرة، الغدوة تنطلق من من الأب والأب الأسرة، فحقيقة نحرص على ملء هذا الجانب غدوة طيبة من رب الأسرة. شكرا لك دكتور. الختام عندك أبو معاذ. الختام كما بدأت في بداية الحلقة أختم أيضا في نهاية الحلقة، وهي الشكر موصول لكم جميعا على هذه الحلقة المباركة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فإذا تمأن الزوج، تمأنت المرأة، وأن بذلك إذا وقر في قلبهم هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام، حرصوا كل الحرص على توجيه الأبناء إلى الطريق الصحيح، إلى تعلقهم في كتاب الله عز وجل، في المسجد، في الصلاة، في الصيام الصحيح. لا يكون الصيام من يصلي الفجر وقبلها يتساهل ثم ينام إلى صلاة المغرب، هذه مصيبة عظمى تحسب عليها الأب والأم. لذلك يعني هذه رسالة ويعني توصية في نهاية هذا البرنامج، وانا سعيد هذا الحلقه دكتور، هذا البرنامج إيه؟ وهذه الحلقه اي البرنامج شيء ولا انا مو انا مو محمد فوزي لا بالعكس انا اتعلم منه الله يطول عمرك. بدايه يعني هم كما ذكرت في بدايه الحلقه الشكر موصول لفوزي، تعلمنا منه والله استفدنا منه شيء كثير، وانا اتمنى ان يعني يكون ضيف داعم في هذا. قواك الله ما قصرت على الحضور، ويعطيكم العافيه، والشكر ايضا موصول للساده المشاهدين. أسأل الله العظيم أن يحفظ بلدنا من كل مكروه، ويدعنا نعمة الأمن والأمان. مع السلامة.